thank you اهلا وسهلا فيكم من جديد رح نكون مع محار خبير التجميل وراح تحكي عن طرق العنايه بالبشره وخصوصا يعني قبل وبعد الميك اب اهلا وسهلا أهلاً يا محار اهلا فيكم صباح الورد اهلا وسهلا محار بنحب دائما بموضوع التجميل نركز على الاشي الاساسي ودائما احنا بنوجه رساله انه اللي بشرته حلوه بيطلع عليه المكياج حلو وما بيحتاج يمكن كثير لمسات تجميليه مزبوط. فشو اهم نصيحه واول أو نصيحه بتحبي تبدي فيها بموضوع العنايه بالبشره هلا اول نصيحه بحب ابدا فيها اول شيء نحن هلا بفصل الشتاء معروف انه البشره بتكون تعبانه والبشره بتكون بحاجه لترطيب وعنايه مكثفه بتكون بدها ترطيب عالي اكثر من قبل اكثر من فصل الصيف لهيك اول نصيحه بحب احكيها اللي هي الترطيب هلا قبل الترطيب في لازم نعمل عدة اشياء او خطوات مم. اللي هي اول خطوات اللي هي سكراب البشره مم. اللي هو التقشير، التقشير اغلب الناس اللي هو ما بتبعوه او ما بيعملوه، يعني في ناس انه بطنشوه عميق اللي هو بمحلات خاصة ممكن ومنقدر انه يومي او مثلا بشكل اسبوعي ما في تقشير يومي، في بشكل اسبوعي مثلا مره كل اسبوع او مرتين حسب البشره قد هي بحاجه اوكي شوفها ف... أوكي. فوائده هلا فوائده اول شيء انت لما تعملي سكراب للبشره انت بتكوني عم بتشيلي الخلايا الميته، مم. عم بتشيلي القشور عن البشره، آه بتكوني لما بتدلكي البشره مش نحن بدلكها بشكل دائري آه بتكوني عم بتنشط الدوره الدمويه، مم. لما نحن ننشط الدوره الدمويه بالبشره بنكون نحن عم بنضخ دم واكسجين نعم وبرضه بذات الوقت عم بتكون حفز البشره انتاج الكولاجين. فالكولاجين كمان برضه بيساعد على الحفاظ على شباب البشره نعم <applause> حلو طيب هلا يعني بانواع الترطيب خصوصا يعني الستات خليني احكي مش كل الستات بحطوا ميك بشكل يومي وحتى الشباب مزبوط. يعني بنستخدم على على الاغلب نوع مرطب او كريم خليني أحكي آه. نفسه دائما طول الوقت بيمشي معنا صح. هل بتحسي هاي طريقه كويسه آه هلا أشوف نحن لازم كل فتره وفتره نغير الكريم او المرطب اللي نحن بنستخدمه كمان برضه كل فصل وفصل مرطب عن مرطب بفرق والبشره بتتغير من فصل لفصل هلا مم. ممكن بالصيف تكون بشرتك مختلطه بس بالشتاء تصير جافه مم. فهيك بتضطر انت تغير المرطب غض النظر انا مثلا بستخدم كريم النهار والليل نفسه آه يعني هم نوعين بس آه. نفس البراند خلينا نحكي من 8 سنين آه. ومرتاحة عليه وين بتكون المشكله اذا البشره مرتاحه على نوع محدد من الكريمات مزبوط هلا انت بتكوني مرتاحه عليه هلا بتكون هاي الاشياء عم بتناسب وجهك بيكون التركيز فيه عالي مم. فانت بشرتك اصلا انه خلص عم تتقبله مم. بتكون كميه الترطيب فيه مش قليله مثلا او آه. مثلا ما بتكون فيه بس زيوت لازم نغيره هلا بنغيرك مثلا انا من البشرات اللي بتتغير كل فصل وفصل مم. مثلا اذا بدي اذا مثلا مثلا نفرض انه بشرتي انا دهنيه ما بزبط اجي احط مرطب فيه زيوت مم. البشره حت زي اوكي <applause> <applause> عرفتي كيف نعم. بس يعني بدنا نعرف شو طبيعه البشره بالضبط بنحدد طبيعه البشره واساسا بنختار نحن المرطب بتصير بشره حزينه بفصل الخريف مثلا طيب حكيتي قبل الميك اب محار ايش طرق التنظيف والعنايه بالبشره قبل الميك اب بالنسبه <تصفيق> <تصفيق> اوكي هلا قبل الميك اب زي ما قلت اول شيء بنعمل سكراب بشكل اسبوعي هلا نيجي <applause> للشكل <تص اليومي بشكل يومي في عنا يعني اول شيء لازم احنا نعمل الغسول م. الغسول اللي هو مش الصابون الغسول اللي مخصص للبشره م. يعني اللي بيكون يعني تنظيفه عميق اللي مثلا بشيل الشوائب بشيل بقايا الميك اب قبل بيوم آه بشيل الزيوت اللي بتصحي انت بتكوني نايمه البشرة بتكون بتفرز زيوت هاي لازم كلها تنشال نعم. فبشكل يومي لازم نعمل غسول للبشره نعم اي بعدين بعد الغسول اللي هو ثاني خطوه آيه هلا نكون احنا فتحنا المسام غسلنا بمي دافيه وغسول لازم بعده فورا مباشره نحط التونر التونر اللي هو قابض المسام قابض المسام لازم نحن هلا من المي الدافيه فتحت المسام آه. لما نيجي نحط ميك او فاونديشن والمسام مفتوحه انت عم بتدخلي المواد الكيماويه على البشره صحيح فنحن بنحط التونر لحتى نقبض المسام <applause> طب في ناس مثلا بيستغنوا عن التونر بماء الورد مزبوط. قديش تعتبر هالحركة الحركة بتوفر ومن الأمور مزبوط. الطبيعية هل هل هو بنفس آه. فوائده؟ هلا تقريبا نفس الفوائد هلا التونر يعني زي ما نقدر نقول إنه الماء الورد بديل بس بديل يعني اقل بشوي بس ماء الورد هو اصلا بيستخدموه بحطوه من الـ من الاشياء اللي بتثبت الميك اب اللي بتشد البشره مم. لما تشد ممكن نحطه قبل الميك اب طبعا وبعد الميك اب تحطيه كمان مثلا اذا بترشيه رش اه مم. طب انا بدي اسالك سؤال عشان يمكن هيثم بيجي على يسال لل للرجال ايش تعطي نصيحه؟ انه دائما بنحكي انه الرجل برضه لازم يهتم طبعاً. ببشرته اللي بتعرضوا للشمس طبيعه برضه عملهم مثلا اذا في تحت الاضاءه او جهد معين فشو ممكن أو. ننصح؟ هل طبيعه او طريقه الاهتمام ببشره الرجل تختلف؟ هلا هي تختلف صراحه، م. هلا نحن كطبيعه بنات بنكون من تعب البشره اكثر م. بسبب الميك اب بسبب اشعه الشمس، اللي بدي احكيه اول شيء للرجال او للشباب، هلا الشباب بلاحظ انا لا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع حسب طبعا طبيعه الشاب آه. انه ما بالبشره ما بيعتني يعني بالبشره، يعني, يعني عادي بيكون مثلا وجههم مقشر تعبان ناشف، م. هلا بس إذا إذا بيقدر إذا بيقدر يعمل سكراب كل فترة وفترة okay. عادي إشي طبيعي mm -hmm. بتكون بمواد طبيعية وإذا مثلا ما بده يعمل سكراب، أقل ما فيها يعمل ترطيب، مم. الترطيب شيء كثير مهم له لحتى بشرته ما تكبر. اوكي. تجاعيد ويحافظ عليها. حلو كثير، آه طيب بالنسبة مع لإزالة الميك اب آه محار، آه يعني كيف العناية بالبشرة مع إزالة الميك اب، قديش الميك كله لازم ينزال ويستخدموا المواد المناسبة فعلا لإزالة الميك اب، وقديش الميك ممكن لازم ممكن يضل على وجه الست يعني فترات، وإيش شو بيأثر إذا ضل يوم مثلا أو نامت فيه أو هيك؟ اوكي هلا آه الميك أهم خطوة هلا مش مش مشكلة قديه بضل عدد ساعات قد ما مهم إنه الست ما تنام فيه مم. يعني من أسوأ ومن أكثر الأخطاء إنه البنت أو الصبية تنام بالميك اب أول شيء أنت يعني عم تخنق الوجه يعني تخنق البشرة مم. وأنت عم بتكون بكتيريا وعم بتكون مواد كيماوية هلا أنت وقت ما تنام المسامات بتفتح <applause> فبتاخذ كل شيء البشره وبتدخله لجوا، لهيك بيطلع رؤوس سوداء، بيطلع صح. حبوب، بيطلع بثور، صح. فنحن بنحاول على قد ما نقدر بس أهم خطوة إنه قبل النوم نغسل الوجه. <applause> طب عم نشوف هيك مرات أفكار جديدة عم تنتشر على السوشيال ميديا منها إنه آه الفيتامين اي كحبوب ندهنه على البشرة، قديش في مصبوع. هذا الأمر دقيق بوصفه؟ اوكي هلا إنتي عم تحكي انه اذا الفيتامينات لا الفيتامينات أو, او الفيتامين أو. اللي بيكون مزبوط, مزبوط. الحبه نفرده على البشره هلا الفيتامين اي من اهم العوامل اللي مهمة للبشرة مم. اللي هو بحافظ على نضارتها وبشدها نعم آه لهيك الفيتامين اي عنصر مهم مم. فعادي انت مثلا بتغسلي وجهك بتحطي فيتامين اي انت عم بتدخلي فيتامين اي على البشرة مم. مثلا انت ما في فيتامين اي بجسمك كفاية فنحن عادي بنعوضه بالحبوب اللي هي زي الحبة اللي بتيجي زي الزيت صغيرة نعم مم. يعني أنه احسن تناولها كأقراص او كحبوب ولا نفردها على البشرة؟ هلا اذا انت كنت متبعة كل الخطوات مم. مثلا تقشير ومنظفة م. والمسام جاهزة وفاتحة تستقبل البشرة بشكل عادي بس انا بفضل انا بفضل الغذاء الداخلي صح. من جوا اكثر من برا لانه بتكون سرعه الامتصاص داخليا اكثر من خارجيا مزبوط حلو بالشتاء كمان قديش مهم ما ننسى المي المي خبرينا آه. قديش المي برضه مهمه للنظاره المي، هلا المي من اكثر الاشياء المهمة، لا الكل بيحكي المي المي المي، مم. بس فعليا انت وقفي مثلا مي شرب يومين او مثلا ما تشربي بشكل كمية كثير كبيرة جلدك رح يجف، مش بس بشرتك، صح. بشكل عام كل جسمك، رح تحسي في شحوب بالبشرة، ما في نضارة، المي يعني هي عن جد سر جمال البشرة. مم. نعم حلو حلو طيب هلا بالنسبه للشتاء محار ايش في مثلا تيبس او في مثلا نصائح معينه خلال فصل الشتاء خصوصا تعرض للهواء البارد للغبار بجوز للمطر ممكن مزبوط هلا نحن بفصل الشتاء انت بتكوني بجو غرفه دافي فجاه بتتعرضي لجو بارد هلا انت كيف بدك تحافظي على هذا الشيء او مثلا تتعرضي لاشعه شمس كتير عاليه وحاره اول شيء نحن زي ما قلنا لازم كثير نرطب وثاني شيء اهم خطوه اللي هو واقي الشمس <applause> نعم وقت الشمس ما ننسى طبعا نعم. كثير مهم هلا بتكون في اشعه بس انت مو شايفيتها هاي الاشعه فوق البنفسجيه بتتعرض لها البشره واقي الشمس بيحافظ على البشره من الاتربه والاوساخ بيعمل زي حاجز او طبقه بين الجلد وبين الجو الخارجي نعم فهو عامل كثير مهم حلو حلو كثير شكرا محار يعني معلومات <applause> كثير لطيفه وحلوه شكرا نورتينا <applause> محار شكرا أهلا <applause>